أود في البداية أن أشكر كل الوفود اللي استجبوا دعوة المغرب في هذه الظرفية اللي هي ظرفية ألم وحزن، ولكن أيضا ظرفية إعادة بناء ديال المنطقة اللي تقاست بصفة حادة وعدد ديال أصدقاء المغرب كانوا ولازالوا بجنبنا، وها أنتم حاضرون معنا اليوم، لكم جزيل الشكر. أود أيضا أن أشكر كل منظمين هذا المؤتمر الهام الذي تشرف برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه الرعاية تواكبها مسؤولية الجميع لكي نكون كمشاركين في المستوى المطلوب للإجابة على هذا التحدي الكبير اللي هو تحدي الأمن الغذائي في بلداننا. في الحقيقة ما هو في هذا المضمون ديال الأمن الغذائي؟ نستمع كاين تقاطب بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي. الأمن الغذائي ليس اكتفاء ذاتي، لا يمكن لأي بلد كيفما كانت قدراته الإنتاجية أن ينتج كل ما يحتاج، وهذا يلزم علينا أن نكون واعين به. ولكن في البلدان العربية يوجد تكامل في القدرات، يوجد تكامل في الإنتاج، يوجد تكامل في التجارة، وللأسف كل هذا التكامل يقع مع بلدان أخرى، لم يقع فيما بيننا، وهذا هو التحدي اللي هو أمامنا. تحدي أولا تحدي التجارة. لا يمكنني اليوم كمنتج فلاحي أو منتج لمواد صناعة غذائية أن أصدر لأي بلد عربي منتجات مغربية أو أن أستورد كل ما ينتج في البلدان العربية. هذا هو التحدي الأول. الكيف هو أولا نورمز، أن مطابقة المعايير، تقارب المعايير فيما بيننا. ثانيا تقارب سلاسل التوزيع على الأقل، ويكون لنا موزعين عرب لهم قدرة للشراء والبيع ما ينتج في كل بلد وبيعه في البلد الآخر. إحنا ننتج ولكن من يشتري؟ هم التريدرز العالميون. من يوزع؟ هم التريدرز العالميون. لم يوجد إلى اليوم تريدر عربي برأس مال عربي. ثانيا هو القدرة على ضبط الأسعار. ما هو الهدف من الأمن الغذائي؟ هو توفير مواد غذائية لشعوبنا بأقل تكلفة. هذا هو الهدف للأمن الغذائي. من يحدد الأسعار للمواد الغذائية؟ بورصة شيكاغو ولا بورص أخرى؟ إحنا فيما بيننا لم يقع أي تحديد لأي سعر لأي مادة غذائية.
ولنا قدرة إنتاجية لا بأس بها، لنا تكامل، وممكن يكون لنا كما اقترح وكما سوف يقترح بورصة عربية اللي ممكن يتحدد فيها الأسعار للمواد للمبادلات الغذائية والغير غذائية العربية. بالنسبة للصناعة وللتحويل، نسبة الإدماج، أن مثال هو مثال غريب، مثال غريب في المغرب هو أول مصدر لحوت يتسمى، ياك ما كاينش بابور غرق ولا شي حاجة، كلشي بخير الحمد لله، الحمد لله كلشي مزيان. أول مصدر للسردين في العالم، أول مصدر للسردين في العالم. نسبة الإدماج لما بنحسبها ما فيش ولا 5% اللي بترجع للمغرب. ليه؟ أولا السردين في الأحكاك الصناديق، الحديد إسباني، الزيت اللي فيه رغم أن فيه زيت في المغرب زيت تركي، البنزين اللي في البواخر بنزين ما نعرفوش منين، الباخرة نفسها نعرفش منين. يعني نسبة الإدماج مادة طبيعية موجودة بوفرة في بلاد عربي، نسبة الإدماج المغربية 5 بين 5 و10%، ونسبة الإدماج العربية إذا حسبنا البنزين 20%. اللهم هذا منكر، وكل شيء موجود في البلدان العربية ولا حتى في المغرب، موجود الحديد، موجود التكنولوجيا لصناعة البواخر، موجود البنزين، موجود الزيت الزيتون اللي بيستعمل، كل شيء موجود. وهذا التكامل واجب علينا. رابعا تجارة أولا، توزيع ثانيا، صناعة والإدماج ثالثا، رابعا الابتكار. لا يعقل أن البذور، مجمل البذور 90% من البذور بذور مستوردة، بذور صالحة مرة واحدة للإنتاج في كل البلدان العربية. إحنا في المغرب عندنا نوع من الابتكار، ولكن في كل البلدان عندنا أدمغة، جامعات، مبتكرين، أساتذة تبارك الله، جامعين، طلبة اللي بيشتغلوا في مراكز عالمية في بعض الأحيان ما يسمحوا لناش حتى نشوفهم، صحيح؟ هاد القدرة الإبداعية واجب علينا أيضا نستثمر فيها ونخلق ثورة تكنولوجية لضمان الأمن الغذائي لشعوبنا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.